السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، تحياتي لكم. نتمنى من الله تكونوا في صحة جيدة. فكما شفتوا في العنوان ديال الفيديو، هذا الفيديو هذا غادي يكون على لي شوفاج إلكتريك. فالبرد دخل اللهم بارك، يعني البرد تبارك الله موجود. ف أغلبية الناس غادي تحتاج شوفاج، يعني اللي يحاول يسخنهم ويسخن شوية الجو باش يتحماو من البرد. ففي هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا واحد المجموعة متنوعة ديال لي شوفاج إلكتريك، غادي نشوفوا المميزات ديال كل واحد والأثمنة ديالهم إلى آخره. فتابعوا معايا الفيديو حتى الآخر باش نشوفوا هاد المعطيات هادو. فنبداو بأول شوفاج اللي هو هذا ديال فينيزيا VA43، كيجي على هذا الشكل هذا، يعني فيه اربعه ديال لي ريزيستانس، يعني كيشعلوا باربعه او لا ممكن تشعل فيهم غير وحده او لا تشعل جوج او تشعل ثلاثه او لا تشعلهم كاملين. الريكلاج ديالو هو هذا، يعني من هنايا كيمكن لينا نتحكموا، راهم كاتبين تمايا 1 2 3 4، يعني اي عدد اختاريناه فهو تيمثل العدد ديال هذوك لي ريزيستانس اللي غادي يتشعل. يعني انت كتختار العدد اللي بغيتي تشعل، وحتى يعني مثلا دابا هذا تي كونسومي 2000 واط، يعني في التوتال ديالو 2000 واط، يعني الا شعلتي غير وحده راه غتكونسومي غير الربع ديال ديك 2000، شعلتي جوج غتكونسومي غير 1000 واط، شعلتي ثلاثه غادي تكونسومي غير 1500 واط، شعلتيهم باربعه عاد غتكونسومي 2000 واط. هذا بخصوص الكونسوماسيون. صراحه هذا فيه دوك ريزيستانس ماشي بحال دوك البولات اللي كيكونوا جوطابل كيخسروا في ساعه ولا كتهرس وما كتلقاش ليها، فهاد ريزيستانس تيكون عندهم واحد المده اطول ديال الاستعمال، كيصبروا مزيان والخدمه ديالهم مزيانه. بخصوص الثمن ديال هذا هو ديال 600 درهم، يعني الثمن اللي هو مناسب ولكن راه حاجه اللي هي مليحه. هذا بخصوص الثمن ديالو. تيكون فيه واحد البلان مزيان ديال السيكوريتي، يعني الى قدر الله وطاح على وجهه او لا يعني تقاس مابقاش واقف على رجليه، فهو كيطفى اوتوماتيكمون باش ما يسببش شي مشاكل ديال الحريق ولا شي حاجه. فهو ان فوا تيطيح على وجهه فراه كيطفى اوتوماتيكمون كما كتشوفوا. عنده واحد البوطون لتحت اللي هي هادي، ضروري خاصها تكون جالسه، يعني تكون رجلين جالسين باش يلقى هو يشعل باش ما يسبب لا مشاكل لا والو. هذا بخصوص الموديل الاولاني. اما بالنسبه للموديل الثاني فهو جاي على هذا الشكل هذا، يعني كيجينا في هذا الشكل، كتكون فيه ديك السيبور ديالو على كيجلس، وكيجي بحال الشكل ديال الفونتيلاتور. الريفيرونس ديالو في ا 60 اس، فيه 1200 واط، يعني ناقص في الكونسوماسيون ما كيكونسوميش بزاف. حتى هو كتجي فيه 3 ديال البولات كما كتشوفوا. ممكن اننا نشعلو غير بوله وحده او نشعلو جوج او نشعلوهم ثلاثه مره واحده، يعني هذوك هما لي بوطون اللي الفوق، هذوك هما لي بوطون باش كنتحكموا في الاستعمال ديالو. وكاينه فيه واحد البوطون الرابعه، هذيك البوطون الرابعه ديال الروتاسيون، يعني غتخليه يبقى يدور على جناب كاملين، هو يبقى يدور دابا كما كتشوفوا. حتى هو راه من لا مارك فينيزيا وفي 1200 واط، يعني راه ما كيكونسوميش الضو، راه حاجه اللي هي مزيانه، وحتى هو الفعاليه ديالو مزيانه. فيه حتى هو كذلك هذاك البلان ديال السيكوريتي، يعني ان فوا يطيح على وجهه او لا يعني ما يبقاش واقف فراه هو كيطفى اوتوماتيكمون. البوطون ديال السيكوريتي هي هذيك كما كتشوفوا. بالنسبه للثمن ديالو فهذا الثمن ديالو هو 420 درهم. الموديل الثالث هو هذا، يعني بحاله بحال داك اللي دوزت قبل منه، غير هو هذا زايد كبير عليه شويه في الحجم، وفيه واحد البلانات اخرى اللي هما زوينين، اللي من بينهم تيليكوموند، يعني فهاد الشوفاج هذا بامكاننا ان نتحكم فيه غير بالتيليكوموند فقط. التيليكوموند ديالو هي هذه. كذلك انه في واحد البلان واعر هو انه نقدروا نتحكموا في التوقيت ديالو، يعني مثلا ممكن نخدموه مثلا واحد نص ساعه ويطفى او لا ساعه او لا ساعه ونص. هذا بخصوص الريكلاج ديالو. الشعلات فهو كتكون فيه ثلاثه ديال الشعلات، يعني فيه ثلاثه ديال البولات، يعني ها هي دابا شعله غير وحده،
كنعاودو كليكيو مره اخرى كتشعل الثانيه، نكليكيو المره الاخرى يشعلو بثلاثه، يعني حتى هو ممكن تحكمو فيه نشعلو غير وحده او لا جوج او لا ثلاثه. خصوص هاي دابا شعلنا ثلاثه كما كتشوفوا. بخصوص هذيك البوطون التاليه هي الثانيه، هي ديال التوقيت، يعني بغينا نخدموه الساعه نخدموه ساعه ساعتين اربعه السوايع ثلاثه السوايع ساعتين ونص، يعني تقدر مثلا تشعلو تخليه شاعل وتنعس، يعني هو راه اوتوماتيكمون غيطفى، او لا مثلا بغيتي واحد البلاصه تسخنها تتشعل، فهمتي؟ يعني التوقيت ديالو كتقدر تحكم فيه. فيه كذلك الروتاسيون، هو كيدور يعني ممكن يدور على كاع الجناب بحال الشكل ديال الفونتيلاتور. في حتى هو كذلك 1200 واط، يعني ما كيكونسوميش الضو بزاف. بخصوص هذا الثمن ديالو 480، يعني اللي خصاتو شي حاجه من هاد لي شوفاج هادو راه متوفرين عندنا، التوصيل متوفر في جميع المدن المغربيه. رقم الهاتف راه غادي نخليه لكم، اللي خصاتو شي حاجه يتواصل معنا نصيفط لكم حتى لعندكم مرحبا. هذا بخصوص هاد الشوفاج، هذا الريفيرنس ديالو هو VA03R، يعني راه كنخلي لكم لي ريفيرنس ديال كل شوفاج باش يعني اللي عجبو شي واحد يطلب يكومونديه لينا. بالنسبه للموديل الاخر هو هذا، الريفيرنس ديالو VA60S كما كتشوفوا، حتى هو فيه 1200 واط، فيه 3 ديال البولات، حتى هما نقدروا نتحكموا فيهم يعني كما بغينا. الريكلاج ديالو هو هذا، يعني بغيتي تشعل يعني تخدم غير 400 واط يعني كتشعل غير بولا ممكن، بغيتي تشعل 800 واط يعني جوج البولات راه ممكن حتى هي، بغيتي تخدم ثلاثه البولات اللي هي 1200 واط فراه ممكن كذلك. فيه كذلك تاور روتاسيون، يعني ممكن انه يبقى يدور. هذا تقريبا بحاله بحال هذاك الثاني اللي دوزنا، غير هو الشكل ديالو شويه مختلف، هذا جاي شويه في واحد لا فورم واحده اخرى. هذا الثمن ديالو 400 درهم، الثمن اللي هو مناسب، الشكل ديالو بحال هكا. حتى هو فيه سيكوريتي، يعني حتى هو ان فوا طاح على وجهه ولا شي حاجه راه كيطفى، يعني هادي راه هاد البلان هذا راه كاين في اغلبيه لي شوفاج الكتريك. هادشي اللي كاين الاخوان بخصوص هذا. وكاين عاوتاني هاد الشوفاج هذا حتى هو فينيزيا، جاي صغير يعني فيه غير جوج ديال البولات، فيه 800 واط، يعني هذا ناقص في الكونسوماسيون ديالو، صغير حتى في الحجم ديالو. الثمن ديالو 180 درهم، حتى هو ممكن نخدمو البولات بجوج او نخدمو غير وحده. هذا ما كيدورش، يعني كيتحط فيه الرجيلات ديالو كيبقى يتحط فيكس. الريفيرنس ديالو VA90، يعني هذا بالنسبه اللي بغى يكوموندي لينا، الريفيرنس ديالو VA90. هذا بخصوص هاد الشوفاج الصغير هذا. وكاين عندنا عاوتاني هاد الشكل هذا، هاد الشوفاج هذا ديال فينيزيا اللي جاي في واحد الحجم اللي هو كبير، حجم كبير وحتى الشكل ديالو انيق، فيه ثلاثه ديال البولات حتى ممكن تحكموا فيهم، بغينا نشعلوا وحده اولا نشعلوا جوج اولا نشعلوهم ثلاثه مره واحده. هذا زوين، هذا جاي كبير وحتى الثمن فيه زوين، الثمن ديالو 550 درهم، الكونسوماسيون ديالو 1200 واط، يعني ما كيكونسوميش الضو، وفيه حجم كبير. هادو هما لي بوطون ديالو باش كتحكمو فيه، يعني اما كيشعل وحده اولا كتشعل جوج اولا كتشعلهم بثلاثه. الشكل ديالو هو شعل هو هذا، يعني تيعطي الحراره اللهم بارك، هذاك الحجم الكبير اللي داروا ليه والحجم الكبير ديال البولات اللي عنده، فهو تيعطي واحد الحراره بواحد الكميه اللي هي كبيره، واحد الشكل اللي هو مزيان. الريفيرنس ديالو هو هذا كاس 2763، كما كتشوفوا فيه 1800 واط، يعني راه مزيان حتى في الكونسوماسيون، واخا عنده حجم كبير فراه ما كيكونسوميش مزيان. وصناعه تركيه، يعني هذا صناعه تركيه ماشي شينوا بحال الاخرين. وكاين عاوتاني هذا الشكل هذا فلامارك فينيزيانيس، يعني نفس لامارك، راه تقريبا هاد لي شوفاج هادو كاملين اللي دوزت فيهم تابعين لامارك فينيزيا. بالنسبه لهذا صناعه تركيه، فيه 2500 واط. بالنسبه لهذا ما فيهش دوك البولات اولا لي ريزيستونس اللي كيعطيو واحد التوهج ولا هكا، هذا تيكون سوفلوند، يعني غير كيصوت،
بحال الشكل ديال الكليماتيزور كي كيدفع الحراره، يعني ماشي كتشعل شي بولا وتسقى تعطي الصاد، هذا غير سوفلونت، يعني بحال الرادياتور، هو بحال الفونتيلاتور، غير الفونتيلاتور كتصوت بالهواء كتعطي واحد الهواء بارد، هذا كيعطي واحد الهواء اللي هو سخون. هذا هو الريكلاج ديالو، هو فيه الماكسيموم مينيموم. هذا الصراحه رائع زوين، هذا يعني تيكون عنده دوك الرجيلات على متي يجلس وتيبقى يعطي في الحراره. الثمن ديالو 650 درهم، هذا الشيء اللي كاين بخصوص الثمن ديالو. عندنا فيه اللون الاسود وتيكون فيه حتى اللون الابيض، يعني فيه عندنا فيه اللون الابيض اللي هو هذا وتيكون فيه حتى اللون الاسود. وكاين عندنا عاوتاني هذا الموديل هذا ديال تاتش، حتى هو سوفلونت، يعني غير كيصوت بالحراره. فيه جوج، فيه 2000 واط، يعني جوج لي ريغلاج ممكن نخدمو 1000 واط او نخدمو 2000 واط. فيه الروتاسيون كيدور، وفيه حتى داك البان ديال السيكوريتي، يعني ان فوا كطيح على وجهه فهو كيحبس. الثمن ديالو 280 درهم. التوصيل كما قلنا راه متوفر. هادشي اللي كاين بخصوص هاد لي شوفاج الكتريك اللي عندنا، اللي عجبو شي واحد من هاد لي شوفاج معليه لي يتواصل معنا، رقم الهاتف غادي نخليوه هنايا على الشاشه ونخليوه حتى في صندوق الوصف. عندنا كذلك حتى لي باندوي، لي باندوي عندنا ديال 13 اليمون، ديال 9، ديال 11، ديال 7، يعني حتى من بعد ندير عليهم واحد الفيديو خاص بلي باندوي فقط. هادشي اللي كاين الاصدقاء، وتحياتي لكم وشكرا، سمحوا لينا طولت عليكم الفيديو هاد المره هذه.